مع بعض الهيماتولوجي بدايه الهيماتولوجي التوريال دي استعرض بعض الحالات ده اخدناها مع بعض في المحاضره اير ديفيشنس انيميا وده برضو خدناه مع بعض في المحاضرة ككيس سيناريو ده برضو خدناه في المحاضرة وده برضو خدناه في المحاضرة وده خدناه في المحاضرة وده برضو خدناه في المحاضرة وبرضو ده خدناه في المحاضرة نيجي لهذه الحالة. A 5-year-old male child presented with history of spontaneous swelling of right calf for two days. The current joint swelling. خلي بالنا يا جماعة. أولا الطفل خمس سنين وميل في spontaneous swelling of the right calf. Spontaneous معناها حاجة severe. في recurrent joint swelling معناها انها حاجة chronic of past 2 years with prolonged bleeding in elder child في positive family history يبقى عندي male chronic bleeding positive family history deep tissue bleeding deep tissue bleeding joint swelling ده deep tissue bleeding لما انا عملت examination لهذا الولد جد mild pallor في diffuse swelling of right calf contraction of left knee joint في target joint في joint destruction marked restriction of joint movement wasting of the left side of the muscle يبقى ده في disuse atrophy يبقى العيان ده في severe problem severe bleeding problem deep tissue bleeding في target joint male و family history يبقى لازم احط بوسيبيليتي على طول ان يكون العيان ده هيموفيليا تمام عملنا صوره الدم الهيموجلوبين بتاعه نورمال الوايت بيسيز نورمال البليدد كاونت نورمال بليدنج تايم نورمال البروثرومبين تايم نورمال ناخد بالنا اكتيفيتد بارشا سوم بلاسين تايم اي تي بي عالي فاكتور 8 اقل من 1 الدياجنوز بتاعي يا ولادي سيفير هيموفيليا ايه مش هيموفيليا ايه لا هيموفيليا ايه سيفير هيموفيليا ايه زي ما احنا عارفين في هيموفيليا ايه سيفير ومودريت ومايلد سيفير اقل من 1% مودريت من 1 لـ 5% مايلد من 1 لـ 40% ده مهم حالة تانية A 7-year-old female child presented with history of abscesses of and on since birth ده يبقى حاجة ده حاجة مولودة بيها ده سنش along with بتكيال امري ناخد لبالنا الكيس اللي فاتت كان ديب تشو بليدنج هنا بقى ده ميوكو كوتينيوس بليدنج سوفت تشو يعني عندك ميوكو كوتينيوس بليدنج مش ديب تشو بليدنج هما الاثنين انهيرتد along with بتكيال امري هير سيستر هاز سيميلار كومبلينت فروم ايرلي شايلد هود يبقى في فاميلي هيستوري اكزامينشن ريفيلد مايلد بالور في ويو بتكيال امري اوفر ذا ساي systemic examination normal مفيش حاجة تاني فيها عملنا صورة دم فيها microcytic hypokalemia عشان bleeding total leukocytic count normal platelet normal ناخد بالنا bleeding time أكتر من 15 prolonged البصرومين تايم الاكتيفيت بارشا سمبلاسين تايم نورمال بليتلت اجريجيشن ستادي ديفكتيف يعني في بروبلم هنا في البليتلت فانكشن ذيس ا كيس اوف ثرومباسينيا بليتلت فانكشن ديفكت A common in our locality due to increased consanguinity from since birth, difficult to treat if severe, usually coming with mucocutaneous bleeding. للأسف التريتمنت موست التريتمنت اللي هو بلاتلت ريتش بلازما بلاتلت كونسنتريت ممكن من عندي اللي هو فاكتور 7 نوفا 7 لكن هي للأسف انها very common in our locality due to increased consanguinity نيجي بقى الحالة دي this a 5-year-old son dark red spots on his leg ناخد بالنا عند باتوك the special distribution
special distribution. Boy had viral illness few days ago and has not recovered from this. He has a fever and is miserable. لكن miserable not particular and well, لكن هو متضايق بس عشان لقي طبعا في حاجات طالعه له السوداء في رجليه وباتوكس سخن شويه لكن هو لكن ما هوش not unwell. في widespread bruising and dark red spots in his leg. باتوكس this was not blanch when breast. ده مهم. What likely differential diagnosis. اخذ البالي ده انا عندي ميوكو عندي كوتينيوس بليدنج تمام. نمره 2 ليا سبيشال ديستريبيوشن. نمره 3 نوت بلانش. نمره 4 طبعا ده ايه يبقى كده انا ما عنديش ما قاليش جاب لي سيريد اورجانوميكالي ما قاليش انه في مثلا ايه ابيستاكسيس بلش. فانا اول حاجه افكر فيها على طول انها تكون هوكش لاين بيربرا او انافلاكتويد بيربرا ذا موست كومون. ايه تاني ممكن ايه تاني دراج رابشن مهم دراج رابشن. ايه تاني ممكن فيرال انفكشن. خلي بالك انا ما حطيتش ما حطيتش الاي تي بي الباتيك ثرومبوسايتوميك بيربرا الاميون ثرومبوسايتوميك بيربرا وده الاسم الصح بتاعها. لكن تتحط وتحط وتقول ايه ليه ما تنفعش عشان ليه عشان الاي تي بي ما لهاش سبيشال ديستريبيوشن. منينجوكسيميا منينجوكسيميا العيان عندي نوت ميزرابل وده العيان المنينجوكسيميا فيري باد كونديشن كونفولجن ليها طبعا ما لهاش سبيشال ديستريبيوشن لكن بيبقى طبعا ايه زي حرق النار كده طبعا ده بيبقى ده مهمه. فده ديفرنشال دياجنوستيك عندي وات ذا ايشو ان ذا جيفن هيستوري سبورت دياجنوستس انه ليها سبيشال ديستريبيوشن وفي فيرال انفكشن ونوت دوزنت بلانش ذان دوزنت بلانش. وات اديشنال فيتشر ان ذا هيستوري وود يو سيك سبورت ايه الحاجه الناقصه اللي انا سبورت ماي دياجنوستس. هل في مثلا اسف ارثرالجي ارثرايتس مهم جدا ليميتيشن موفمنتس ولينك اوف ذا جوينت ابدومينال بين تشينج في اليورين ده حاجات اسينشال مهمه. فومتنج هيديك عشان هايبرتنشن حاجات مهمه لازم اسال عليها في الهيستوري. وات كلينيكال اكزامينشن وود يو بيرفورم اند واي اشوف فيه جوينت ولا لا اشوف اعمل ابدومينال اكزامينشن عشان ممكن يبقى في احيانا بيبقى معايا ابدومينال بين ممكن بقى معايا انترسبشن اقيس البلاد بريشر عشان الكدني ده الحاجات دي مهم. وات انفستيجيشن وود بي موست هيلبفول اند واي ده هي العيان ده بيبقى ايه انفستيجيشنز اعمل يورين اناليسيس عشان قادر اشوف في ماتوريا ولا لا ده اعمل كدني فانكشن اعمل ابدومينال سونار عشان لو العيان دخل في انترسبشن اعمل سي بي سي عشان اكسكلود اذر كوزز وده مهم جدا. لكن هي دياجنوز اكسكلوجن. وات تريتمنت اوبشن ار ابروفيت تريتمنت اوبشن زي ما احنا عارفين انا فلوكتات بيربرا سبورت في تريتمنت نون سترويد الانتي انفلاماتوري دراجز في سيرد انديكيشن للسترويد لو في عندي اي رينا افكشن في سي جي اي تي بليدنج في حياتي طبعا ده انديكيشن ان ادي كورتيكوسترويد. كاس 11 ساره ده 4 يير اولد جيرل ريفيرد تو بيدياتريك داي يونت باي هير جنرال براكتيشنر ويز 2 دايز هيستوري اوف وايد سبريد بروزنج تمام جاب وايد سبريد بروزنج هاز اولسو هاد تو نوز بليدنج اند ابيستاكسيس ان ذا بريسيدنج فور 24 اور ذير از نو نون انجريز شي هاد ا كولد اند سور ثروت تو ويك بريفيوس تمام. She is otherwise very well. There is no significant past medical or family history, and she is on no medication. من history كده أقول حاجة دي إنها كويسة. البنت دي ممكن تطلع ITB ما فيش problem ما فيش مشكلة. لكن أشوف لما عملت examination she is cheerful, cooperative, has no dysmorphic features. تمام. Her height will wait عند 25 سم طويل مهم جدا. مفيش جوندس شي از افيبرايل شي از لكن خلي بالنا في حاجه مهمه جدا البنت بيل وكلينيكال انيميك وفي اقل من واحد اقل من واحد سنتي ليمف نود ده سيرفايكال ليمف نود ده سبيسيفيك
والفنجاينا ريجنز ذير از وايد سبريد بروزنج مينلي على الهير لمب بات نو ايفيدنس اوف اكتيف بليد بس خد بالك العيانه سيفيرلي انيميك نو ايفيدنس بلينو ميجالي الباص 96 باص هارت ساوند نورمال لكن از هيميك ميرمر وده مهم اكزامينشن ريسبيراتوري سيستم نورمال بعدين جينا عملنا السي بي سي كانت المفاجاه بقى الهيموجلوبين 6.2 انا ما عنديش سيفير بريدنج يفسر لي السيفير انيميا الوايت بيسيز فيري لو النوتروفيل ماركت اجرانيلوسايتوزيس ان ده سيفير اجرانيلوسايتوز الار بي سيز النوتروفيل 200 الليمفوسايت فيري لو البلاتلت سيفير ثرومبوسايتوبينيا نو بلاست سيل الباقي نورمال يبقى ده سيفير ابلاستيك انيميا يعني كلينيكال ايفنت لكن هنا اللي فسر لي انيميا ناخد بالنا السيفير انيميا ان اكسبلند انيميا عشان كده ما تخدعش لازم يا جماعه اي عيان جاي لي بيرمك اعمل صوره دم ما هوش والله ده اي تي بي ما فيهوش مشكله وخد عليها تريتمنت وامشي وعيان يبقى سيفير ابلاستيك انيميا وات ذا ديفرنشال دياجنوستس اول حاجه طبعا This is a case of severe aplastic anemia. تمام؟ نمرة اثنين اللوكيميا بس الأجانس اللوكيميا عند العيان ما فيش أورجانوميجالي ما فيش بلس سيل تمام؟ ما فيش أورجانوميجالي ما فيش بلس سيل. إيه تاني أي تي بي لكن الأجانس عندي سيفير أنيميا وعندي ماركت لوكوبينيا ده برضه ما تنفعش. تمام؟ إيه وات ذا انفستيجيشن إنديكيت هنا إسينشال طبعا إنديكيت لازم أو إيه تاني الديفرنشال دياجنوز ممكن أحط برضه الفيرال إندوست. اللي هو الفيروس اندوس اللي هو الشامبر فيروس بالتاني بيبقى فيه دندرس بلين بيبقى فيه ممكن راش ممكن يبقى فيه سرسروت فده مهم ديفرنشال دياجنوز دراج اندوس نو هيستوري اوف دراج ده مهم فيرال هيباتيتس اندوس نو هيستوري اوف جوندس ده الديفرنشال دياجنوز وات ذا انفستيجيشن انديكيت اسينشال بومبر اكزامينشن وات ار هير ميجور كرنت اوف ريسك هنا سيفير نوتروبينيا عندي سيفير نتروبينيا عيان ده يبقى هاي ريسك اوف انفكشن العيان ده ماركت ثرومبوسايتوبينيا ده فيري هاي ريسك اوف بليدنج تندنسي عيان انيميك سيفير انيميك عيان ليابيليتي الانيميك هارت فيلير ده عيان ده ايه كذا ريسك بقى في العيان دي احمد 2 year old present to pediatric rapid referral clinic with easy bruising his mother said that over the last 2 days bruises have been appeared on his body spontaneously sudden onset of bruising was minimal trauma and that he also had 2 short nose bleeding تمام previous day otherwise very well mother says that he has a cold 2 weeks ago she has had no obvious النس واز اي فول نو هاد بات هاد سيركمسيجن ات 2 مانس ده اسينشال عشان اكسكلود كينجيتال كوز اوف ثرومبوسايتوبينيا تمام هي از نو ميديكيشن يبقى هنا ما فيش كوز ميديكيشن نو فاميلي هيستوري اوف بليدنج ديس اوردر ده مهم اسينشال اكزامينشن فيري ويل عيان بلاينج نو فيفر نو بالور وايد سبريد بيربرا بروزنج اوفر ذا فليكسور اكستنس سيرف كل اللي اوفر ذا فور لمب ترانك الفيس سم بلاد كراست اراوند ذا نوز نو لمف دينوباسي نو بات نو اورجانوميجالي نو ريسبيراتوري ما فيش اي بروبلم انفستيجيشن اونلي اب نورمال اللي عندي مايلد مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا وعندي الماركت ثرومبوسايتوبينيا ذيس ا كيس اوف اي تي بي patient boy 7 year old had 5 episodes of bleeding in the last 4 years which had been treated with fresh frozen blood ناخد البالي العيان ده في 5 bleeding over the last 4 years وبتعالج بالفريش فروزن بلازما تمام والكرايو هنا عندي كرايو عندي فريش بلازما ايه يفرق ايه الكرايو عن الكرايو اولادي هنا غني بفاكتور 13 وفاكتور 8 والفايبرونوجين اللي هو فاكتور 1 والفونفلوبراند يبقى انا عيان ده ما ينفعش يبقى هيموفيليا بي اللي هو فاكتور 9 وما ينفعش يبقى فاكتور 13 هيموفيليا سي تمام
لكن ممكن ينفع في البراند، ممكن ينفع ممكن ينفع في البراند، ممكن ينفع فاكتور 13، ممكن ينفع فاكتور 1 الفيبرونجي، ممكن ينفع فاكتور ايه فاكتور 8. نشوف هي ازمته تو هوسبيتال ويز ماركت اكموز في الشيست والابدومين والباك. تمام زي ايسترو فيرنج فروم باي سكيل انيشال ورك اب شو مجلوم انيميك البي تي عالي. تمام البي تي دي عالي هنا الاثنين عاليين بروثرومبين تايم فيري هاي. بروثرومبين لما يبقى قال يا اولاد احنا عارفين البروثرومبين تايم ده بيعمل سكريننج الاكسترينسك باسوي اللي هو فاكتور 7 وتيشو فاكتور. اما البروثرومبين بلسين تايم ده بيعمل سكريننج للايه للاكسترينسك باسوي اللي هو فاكتور 12 فاكتور 11 فاكتور 9 فاكتور 8. تمام دول بقى يعني فلما لقى الاثنين في مشكله ممكن يبقى البيز يكون باسوي البيز البيز بتاعت اللي هي الفايبرونوجين اللي هو فاكتور 1. تمام واول يكون باسوي اللي هم فاكتور 10 وفاكتور 5 وفاكتور 2 وده مهمين. يعني يبقى انا كده لما الجا الاثنين افكتد اعمل البيز اللي هو التحت اللي هو الفايبرونوجين اللي هو عن طريق الثرومبين تايم. بحيث ما اعمل الثرومبين تايم ده خاص بالفايبرونوجين اللي هو فاكتور 1. لو جيت الثرومبين تايم برولونجد يبقى المشكله بقى في الفايبرونوجين. اعمل فايبرونوجين اللي في لو لقيته نورمال ده ديس فايبرونوجينيميا. لو لقيته لو يبقى هايبو فايبرونوجينيميا ده. لكن لو عملت ثرومبين تايم لقيته نورمال يبقى المشكله في الكوم باس واي فاكتور ايه فاكتور 5 فاكتور 2 وفاكتور 10. ده مهم. طيب وبعدين وات لايكلي ذا ديفرنشال دايجنوستس. طب انا في حاجه مهمه العيان ده انا قلت انه بيتعالج بالفريش فروزن بلازما وبيتعالج بالكريو وقلنا الكريو بيعالج ايه بيعالج فاكتور 1 اللي هو الفايبرونوجين بس ما جبناش سيره الفاكتور 10 ولا فاكتور 5 ولا فاكتور 2 وقلنا بيعالج فاكتور 8 وبيعالج فوفول براند وبيعالج ايه وبيعالج فوفول براند وبيعالج فاكتور 13. انا عندي هنا الاثنين برلونجت ما ينفعش يبقى فاكتور 8. الفوفول براند يبقى ايه السلايتلي برلونجت فاكتور البي تي تي فما ينفعش ايه ما ينفعش الفوفول براند. فاكتور 13 بيبقى السكريننج نورمال يعني البي تي والبي تي تي نورمال يبقى مش واش فاكتور 13 في ظل مين فاكتور 1 اللي هو الفايبرونوجين. ناخد بالنا تاني ناخد بالنا انا عندي برونجت بي تي وبي تي تي. تمام انا عندي العيان ده بياخد فريش فروزن بلازما وياخد كرايو واحنا قلنا الكرايو في ايه قلنا الكرايو في فاكتور 8 وفاكتور 8 بيعمل برونجيشن للبي تي تي بس ما ينفعش. طيب في فوم فور براند قلنا ما يعملش برونجيشن بي تي تي بيعمل سلايت برونجيشن بي تي تي وما يعملش برونجيشن بي تي ما ينفعش. بيعمل تريتمنت للفايبرونوجين بيعمل تريتمنت للفاكتور 13 والفاكتور 13 نورمال سكريننج بيبقى البي تي والبي تي نورمال يبقى ده ما ينفعش. بيعمل تريتمنت للفايبرونوجين هو فاكتور 1 اللي هو بيبقى فيه برونجت بي تي وبي تي يبقى ده اذا ده في الغالب ذيس ا كيس اوف فاكتور 1 ديفيشنسي هو فايبرونوجين. تمام وات ايشو الديفرنشال دياجنوستيك اللي احنا قلنا فاكتور 8 وقلنا لا ده ما ينفعش عشان كذا وقلنا فاكتور فوفول براند قلنا ما ينفعش عشان كذا وهكذا ماشي. وات ذا ايشو ان ذا جيفن هيستوري سبورت دياجنوستيك قلنا ان يا جماعه انه في البي تي والبي تي هو برونجت وانهم اثنين هم الاثنين يعني انهم برونجت وهو العيان ده بيستجيب للكرايو بيستجيب للفريش فروزن بلازما. ار اني فيرسال انفستيجيشن نيد ايوه طبعا بعمل ثرومبين تايم وبعد كده بعمل فيبرونوجي ليفل. وات از ذا تريتمنت هو عطيك تريتمنت عطيك اللي هو انه العيان ده ياخد فريش فروزن بلازما وياخد كرايو. فهموا يا ولادي ناخد البنا اول ذا فولوينج ار ترو فور بيتا ثلاسيميا ماجور اكسبت. ايه رايكم increase osmotic fragility test. تمام اوتس بريدكتيف از موست كومن فين سيكل سيل. تمام ابلاست كرايسيس سببها ايه بارفيروس بي 19. تمام ريبليسمنت اوف جلوتاميت باي فالين بيتا شين كوز بجلوبين اس. تمام موست كومن مانيفيستاشن اوف سيكل سيل انيميا اللي هو فاسكولاس كرايس اللي هو ريبيت بيسولز اوف سكريتال بين. تمام ايرن سيرابي افكتيف في مين في ثلاسيميا ماجور وشكرا.
وإن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على خير ونشوفكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.